الباتيه طريقه سهله جدا وبسيطه ولذيذه ومغذيه، غير بجبام الافران خالص، وهنحشيها بالجبنه البيضاء. طيب ايه العجينه؟ ايه العجينه؟ عندنا هنا نص كيلو من الدقيق، نص كيلو من الدقيق، وعندي هنا ربع كوبايه من السمنه، عندي معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من الخل، اهو المقادير معاكم على الشاشه، معلقتين لبن بودره، تمام، وي 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 بس فانيليا وبودره للوجه للوش مش جوه. دقيق، 3 كوبايات دقيق، ربع كوبايه سمنه، مش مهم تسيحيها، هي تضرب لو انت تعمليها على ايديك سيحيها طبعا، لو انا بعملها في العجان لا مش مهم تسيحيها. تعالوا لي هنا، تعالى لي الليلي، هحط معلقه خميره كبيره، معلقتين لبن بودره المحسن ومدي الطعم حلو، معلقه مش معلقه رشه ملح، رشه ملح دي يعني نص معلقه صغيره، ومعلقه خل، ومعلقه سكر كبيره، للوش بقى عندي فانيليا وبضايا وحبه البركه، دول الوش طبعا. خلي بالكم ان حبه البركه دي برضو الحلاوه بتاعتها ان هي ايه، مغذيه كمان، يعني مش مجرد ان هي شكل على الباتيه، ولكن انا بزود الباتيه قيمه غذائيه اعلى. ادي العجينه بعد ما اسيبها تخمر، تمام، نفرد بقى ايه العجينه بتاعه الباتيه اهي، سهله خالص خالص، نفردها مستطيل، فردوها ايه مستطيل. هنيجي هنا مثلا عايزين نعملها الشكل ده، وهنعمل مستطيلات طويله، لا عايزين نعملها اصغر يبقى اعملي مستطيلات قصيره حسب ما انت عايزه بقى. فهنيجي هنا كده نعمل كده مثلا، هنعمل ايه كده، دي عشان نطبقها ان كلها مستويه، مجرد ان انا بخلي المكونات بس ايه تندمج مع بعضها. اخد قطعه الجبنه طبعا حسب الحدوقيه، انا بحشي يعني ما اخليهاش فاضيه برده، اخلي الجبنه كده فيها ايه يعني، لو حادقه بحشي قليل، لو الجبنه متوسطه بحشي حلو، لو عذبه قوي بلا بكتر عشان يبان طعمها. اهي كده هناخدها كده نقفل عليها من الناحيه دي اهي، وبعدين نقفل عليها من الناحيه الثانيه اهي، ممكن اقفل الزياده وممكن اساوي، بس انا حاسه ان هي طويله شويه فهاخد الزياده دي ايه، لو حابه تقسميها اتنين برضو عادي، يعني حابه تعملي الباتيه حتى لو فيها الجبنه في النص اهي عادي جدا، ولا هتعمل اي حاجه، وهناخدها كده اهي، حبه فانيليا بقى كده على البيضه. مش عايزه بيضه يبقى هحط شويه لبن بودره عليهم، شويه ميه، مش عايزه لبن بودره يبقى شويه قهوه سرت الذوبان عليهم، شويه ميه.